بعين التأسيسي لجبهة شباب الجمهورية الثالثة. شهدت مصر على مدار عمرها الطويل أياماً وشهوراً وعقوداً وقروناً وظهوراً سادها المحن، ليعاني فيها المصريون من حكام طغاة وكثيراً من الغزاة حكموا مصر. بعد 3 سنوات من الثورة المستمرة مررنا خلالها بأحداث كثيرة كان دورنا فيها يقتصر على الاحتجاج والمقاومة. دفعنا خلالها العرق والدموع والدم من أجل رفعة مصر ونهضتها وتقدمها وحريتها. وجدنا أنه لا يمكن أن يقتصر دور الشباب على الاعتراض والاحتجاج فقط ودفع السم. وجدنا أننا لم نحقق بعد أهدافنا في البناء، فعقدنا العزم أن يكون لنا دورا في بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة من خلال مشروع سياسي متكامل قائم على الفكر المستنير والواقعية في التعامل مع الأمور يعتمد على الشباب. فبدأنا في عمل مضني بالتجهيز والتدريب والاستعداد بتجميع شباب يخوض المعارك السياسية القادمة في البرلمان والمحلية. ونحن نقف على أعتاب الجمهورية الثالثة التي شيدها المصريون ووضعت ركائزها في الدستور بعد سقوط جمهوريتين وقيام ثورتين من أجل دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتصون الحريات العامة والخاصة.